مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده وهنا العاصمه. دي حلقتنا الاخيره قبل شهر رمضان الكريم، ربنا يعيده علينا جميعا وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات. هنقابلكم في رمضان يوميا بعد الفطار وكرسي في الكلوب، ده اسم برنامجنا القصير بعد الفطار، لكن هنا العاصمه هيكمل كل يوم على سي بي سي بلس 2 في العاشره مساء، وهنتناوب عليه أنا وزمايلي خيري رمضان ومجدي الجلاد طبعا طول الفترة القادمة، علشان يعني نحاول إن احنا نقدم لكم كل الأخبار ونتابع كل الأحداث. ليه نقلناه على بلاس 2؟ لأن مش عايزين نقطع عليكم مشاركة المسلسلات الكتيرة اللي موجودة على سي بي سي. تابعونا، خليكم معنا في رمضان، عندنا برامج كتيرة جدا، عندنا مسلسلات أكثر، ونتمنى الأحداث تكون هادئة، يا رب تكون الأحداث الهادئة. إذن هنتقابل بعد الفطار في كرسي في الكلوب، ونتقابل الساعة 10 بإذن الله كل يوم. يعني هنشوف بقى مين هيشتغل يوم إيه، لكن دايما هنكون معاكم بالأخبار، دايما سنتابعكم في هنا العاصمة بالأخبار والأحداث، ولن نغفل عنها أبدا. النهاردة في أحداث كثيرة جدا، بعضها مؤسف أو معظمها مؤسف، ونبدأ بعودة حوادث القطارات مرة أخرى. والنهاردة كان حادث ضخم شوية زي ما الصور بتقول، وده حادث قطارين، أحدهما خرج خارج القضبان، وهناك جرحى وضحايا. هنحاول نعرف ايه ما يحدث في او ما حدث لهذا القطار عشان نستوثق بالمعلومه. قطرين اعتقد، واحد رايح في اتجاه الصعيد والاخر في الاتجاه المعاكس، ونعرف تفاصيل الحادث من المهندس هاني حجاب رئيس هيئه السكه الحديد. مساء الخير يا باشمهندس. اهلا بيك يا فندم، لو تشرح لنا ايه اسباب الحادث وهل هناك ضحايا؟ حضرتك في قطار رقم 162 ده القاهره اسيوط، ده تم تخزينه في محطه البطرشين انتظارا لمرور قطار خلفه سريع رقم 990 القاهره سوهاج. خلفه ما احنا لما بنحب نمشي قطر من قطر بنخزن القطر الامامي ونمشي اللي خلفه يكمل. احنا خزننا قطر 162 على قبل ما يمر قطر 990، وكان هيسافر قطر 162 بعده في حدود 10 دقائق. ركاب قطر 162 ما عجبهمش الحال، نزلوا حطوا فلانك وقطع حديديه على السكه قدام قطر 990. فحصل ايه؟ حطوا بلاين. ايوه ما انا فاهمه، فانحرف القطار الاخر اللي هو 990 عن مساره؟ ايوه، اصطدم بالقطع الحديديه وبالفلانكات دي، وخرج ثلاث عربات عن مسار. طب قبل بس ما اتكلم في التفاصيل دلوقتي، نطمن الاول في جرحى، ايه بالظبط الاصابات؟ الحمد لله، اولا ما فيش وفيات نهائيا، الحمد لله. وفي واحد بس، حاله واحده اللي هي حصل فيها كسر في ذراعها، وطلع من المستشفى والحمد لله. طيب تخزين القطر ده، يعني القطر بيخرج، يعني تخزين القطر ده بيبقى مع الركاب عارفينه ان هم بيقعدوا في مكان ما عدد من الوقت، بيبقى قد ايه في التخزين يا باشمهندس؟ من 10 ل 15 دقيقه بالكثير، لانه بيدخل على سكه، يعني بيبقى مثلا عندنا الخط الطوالي القاهره لاسوان، تمام، خطين، واحد من القاهره لاسوان والثاني من اسوان للقاهره. بيجي في احواش في المحطات بيبقى في سكك فرعيه، لما نحب نحط قطر عليها او بنسميها نخزن قطر عليها عشان يسمح بمرور قطار سريع خلفه. طيب ده طبيعي، يعني ده اجراء طبيعي بتعملوه في طول الوقت كان بيحدث، ولا ده حاجه جديده؟ لا، بيحصل عمليه التخزين القطارات دي بتحصل عندنا بصفه دايمه، بصفه مستمره، واخد بال حضرتك؟ فكون ان الركاب يعترضوا على هذا الاجراء ده طبعا مرفوض، وكل ان هم ينزلوا يحطوا ده اللي مرفوض الحقيقه، يعني حتى لو اعترضوا بنوضح لهم، لكن الفكره ان هم ينزلوا يحطوا بلاين ولا يحطوا عوائق امام القطار التاني، دي كارثه. دي كارثه. احنا بنقول لهم دايما احنا بنعترض على ان هم بيعتصموا على خطوط السكه الحديد، بنقول لهم ما يصحش هذا الكلام، وما يصحش ان احنا نعترض مسير القطارات. بس انا عايز اقول لحضرتك ان الناس برضو جوه القطر بتحاول تسال اي مسؤول، يا جماعه طب القطر واقف ليه؟ طب الدنيا حر، طب في ايه؟ ما هو برضو اكيد محدش بيشرح لهم هو ليه حصل التوقف في القطار المده دي.
لا بيعرفوا يا استاذ الامين، ثم بيعرفوا من كثره سفرياتهم، بيعرفوا ان هم لما بيدخلوا على مخزن عارفين ان هم بيخزنوا لقطار سريع جاي خلفهم. طب ده قطر نوعه ايه وده قطر نوعه يعني؟ ده مثلا قطار مثلا اللي هم السريع، وده قطر القطر القشاش يعني. قول لي بس درجات القطارات ايه يا فندم؟ احنا يعني عندنا درجات القطارات، لما بيبقى فيه قطار مكيف سريع، فيه قطار مميز، فيه قطار مطور ركاب عادي بين المحطات الصغيرة. لا القطر 162 ده، القطر 990 اللي كان هيمر ده اكثر اهميه من 162 اللي كان مخزن في البطرشين. لا معلش يا فندم، كانوا بيقولوا لي على حاجه بس ارجيك لو نعيد الاجابه دي تاني. ايوه يا فندم. القطر القطارات يا فندم، القطارات المكيفه دي ليها أيوة. يعني بيبقى ليها اولويه في المسير. لها اولويه، القطر 990 ده اللي كان له اولويه مظبوط؟ ايوه. طيب القطر 162 ده القشاش اللي بنسميه كده؟ يعني اقل اهميه من القطر اللي هو طيب. 990. لكن طبعا كل الركاب بنفس الاهميه، سواء دفعوا التذكره الغاليه او التذكره الرخيصه. أنا بس إحنا عندنا بيبقى لما يبقى قطر بيقف في محطات محافظات مثلا، ما ينفعش أمشيه ورا قطر بيقف في كل محطة. طيب أنتوا بلغتوا الناس قبل ما يقف، قبل ما يتم التخزين ده، بلغتوا الناس أنهم سيتعطلون في هذه المنطقة لمدة 10 15 دقيقة؟ يا فندم هم بيسألوا لما بيدخلوا المخزن، بيسألوا في المحطة إذا كان التخزين ده عشان إيه؟ فبيتقال لهم. هم في عملية في جميع الأحوال ما بيزيدش عملية التخزين دي عن 10 15 دقيقة. جابوا منين قطع الحديد والخشب اللي وضعوها على الفلنكات؟ بيبقى في محواش المحطات قطع حديدية نتيجة شغل العاملين في السكة نفسها. طب إيه التصرف؟ قبضتوا على الناس اللي أعاقت هذا القطار؟ الشرطة الحقيقة يعني ده دور الشرطة في إن هي تشوف الناس دي وتقبض عليها وتقدمها للمحاكمة. يعني هل لمعلومات حضرتك أنه تم القبض على هؤلاء؟ لغاية اللحظة دي أنا معلوماتي أن مفيش حد اتقبض عليه لغاية دلوقتي. والقطر 100 أنا موجود في الموقع محطة البطرشين، بكلم حضرتك من موقع محطة البطرشين. القطر 162 مصيره إيه؟ لسه طبعا متخزن. أيوة يا فندم، الخط بقى عشان اللي حصل الصوت، العربيات اللي سقطت دي الوناش موجودة دلوقتي، وبنرفع في العربيات الساقطة على اساس ان احنا نستأنف المسير ان شاء الله. السكه نفسها الطريق تعطل يعني الطريق القاهره اسيوط متعطل الان؟ ايوه يا فندم متعطل الان نتيجه هذا الحد. اشكرك مهندس هاني حجاب رئيس هيئه السكك الحديديه. يعني حادث غريب جدا، يعني طبعا لابد من اعلام الراكب بالظبط مصيره ايه، يعني ذاهب منين الى فين، وان هو هيتوقف هنا 10 15 دقيقه، وعشان كده بيدفع مثلا تذكره اقل شويه من تذكره السريعه. لازم الناس تعرف. وفي نفس الوقت بصراحه غير معقول حتى لو اعترضنا ان احنا نضع قطع حديديه واخشاب في طريق قطر تاني فيه سكان، فيه ركاب تانيين، ده ممكن يموتوا. خالد جمال مراسلنا في موقع الحادث بالبدرشين. يا خالد مساء الخير. مساء النور يا استاذ الامين. الاخبار عندك ايه؟ الوضع في الموقع في محطه البدرشين ايه؟ هو في الحقيقه يا استاذ الامين يعني في روايات كثيره يعني، بس الاقرب الى الصحيحه او نقدر نقول عليها الصحيحه اللي فيه قطار 162 دوت كان متجه من رمسيس لاسيوط، تمام؟ تعطل في محطه الجيزه ساعتين، فوصل هنا محطه البدرشين متاخر عن معادي. سؤال بقى، سؤال، احنا سمعنا روايه ثانيه خالص ان هو اتخزن القطر 162 ده اتخزن في المخزن عشان قطار اخر سريع يمشي لمده 10 15 دقيقه. بالضبط، ما هذا ما حدث يا استاذ. ايه قصه القطر اللي تعطل ساعتين بقى؟ ما 162 ده متجه من رمسيس لاسيوط، تعطل ساعتين في محطه الجيزه اولا. هو كان معاده يوصل لمحطه البدرشين الساعه 3، وصل الساعه 5. فهو متعطل اساسا، قايم متاخر يعني. تمام، فهو وصل، لما وصل هنا قالوا له انت هتخزن عشان في قطر تاني اللي هو 990 ده مكيف، ده لا يقف في محطه البدرشين. ده قطار سريع. فقالوا يعني روايات كثيره يعني، حد من عاملي السكه الحديد هنا قال ان السواق قبض عليه فعلا، لانه هو الذي قام بتحريض الركاب. السواق؟ قالوا يعني، قال لي بس يعني ما حدش يذكر اسمه، قال لي اللي هو فعلا اتقبض عليه، هم قبضوا عليه عشان قالوا اللي هو اللي حرض الركاب اللي هم يحطوا حديد على القضبان لتعطيل 990. هل قبض على السائق بالفعل؟ تمام، تم القبض عليه من احد عاملي المحطه هنا. طب الوضع ايه؟ الجرحى، الاصابات، ايه الوضع قدامك دلوقتي؟
الاصابات منذ قليل انا تحدثت مع المقدم محمد عبد الحميد، قال لي ان الاصابات 2، الاهالي تحدثوا لي ان الاصابات بلغت 6 وفي من تجاوز 10 كمان. نحن لا نريد ان يعني حضرتك يا استاذه لميس، لا هنعرف الاصابات طبعا من هيئه الاسعاف او من الصحه بتقييم افضل. طيب المنطقه لسه متعطله والسكه الحديد لسه واقفه. بالضبط، تحدثت ايضا مع مهندس عن الدفاع المدني اللي هو مختص برفع الاشغالات، قال لي انه في عربه 164 دي من المفروض انها ستقوم بجر العربات العامله حتى يعني. فالسكان الحوامديه واقفين قدام الجرار ومنعينه اللي هو يتحرك، ففي كمان تعطيل. ليه بقى؟ ايه السبب يعني؟ اعتراضا على الحادث. اعتراضا على ايه؟ اعتراضا على الحادث. على الحادث؟ اه. طب ما هو مين اللي عمل الحادث؟ ما هم ركاب زي ما فاهمين، ركاب القطار هم اللي قاموا بالحادث. تحدثت ايضا يا استاذ لميس الى بعض الاهالي هنا، فيهم من قال انهم قام بابلاغ مراقب حركه القطارات بان بعض الركاب وضعوا حديد على القضبان وهو لم يهتم بابلاغ القطار 990. شكرا خالد جمال، موضوع غريب جدا يعني صراحه غير مفهوم. دكتور احمد الانصاري نائب رئيس هيئه الاسعاف، مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك. يعني الجرحى او الاصابات من جراء هذا الحادث وصلكم منهم قد ايه؟ احنا تعاملنا مع لا معلش يا دكتور تعيد تاني لو سمحت عشان خط قطع. تعاملنا مع ست حالات. ايوه ست حالات بتاع الحادث في عربيات الاسعاف، والحالات دي مشيت على طول، وفي 10 حالات اتحركوا على رجليهم لمستشفى البدرشين لانها قريبه جدا من موقع الحادث. تمام كده؟ وفي احنا نقلنا بعربيات الاسعاف 4 حالات تانيين لمستشفى البدرشين، وجميع الحالات كامله خرجت من المستشفى. اذا اصابات كلها اصابات طفيفه الحمد لله. كلها بسيطه، كلها كدمات بسيطه جدا. ومفيش فيها اي مشاكل. ولا انباء عن لا قدر الله وفيات ولا اي شيء. مفيش وفيات خالص، لا مفيش اي وفيات خالص. اشكرك دكتور احمد الانصاري نائب رئيس هيئه الاسعاف. اذا حادث غريب جدا، يعني حادث يعني مش مفهوم على الاطلاق، هو ايه اللي بيحصل؟ يعني واضح ان القطر 162 قايم متاخر اساسا ومتعطل، والركاب يعني طلعان عينهم ومتضايقين وزهقانين ان هم عندهم اوريدي ساعتين متاخرين. لما بقى تم تخزين القطر مره ثانيه حتى لو كانت 10 15 دقيقه الناس بقى زهقت. لكن طبعا التصرف لا يكون، يعني لابد من اعتذار، لابد من الاول ان احنا نفهم الناس في ايه، نقول لهم ايه مشكله العطل، لكن يعني ناخرهم تاني ده موضوع ضايق الناس، من حقهم يتضايقوا، بس مش من حقهم على الاطلاق ان هم يجيبوا خشب وقطع حديد ويحطوها على فلنكات القطر او على قضبان القطر، وبالتالي يدمر قطر تاني. وما بتكلمش بس على الخسائر المادية، بتكلم على الخسائر البشرية، وده الخوف دايما ان انت تعطل قطر تاني وتودي بالتهلكة في لناس كتير. يعني شيء برضو سلوك غير مفهوم، غير مفهوم. ولو كان بقى سواق القطر هو اللي دعا الناس لده فده غير مفهوم اكتر. يعني رمضان كريم بقى، احنا داخلين على رمضان، ارجو السلوكيات يعني مش عارفة هنعمل فيها ايه. ايضا من الحاجات الغريبه هو اشتباكات في محيط وسط البلد منذ قليل، هرج ومرج وخناقات بين الالتراس وامام طبعا منطقه الصحفيين او نقابه الصحفيين. معانا الاستاذ محمود عبد الغني. طيب خلونا نحاول نوصل له بعد قليل انباء عن اطلاق نار في الهواء، بس انا عايزه اتاكد واتيقن من هذا الخبر. هنحاول نوصل لمحمود عبد الغني الصحفي باليوم السابع بعد الفاصل، نعرف ماذا يحدث في محيط وسط البلد، ليه في خناقات بين التراس ومواطنين، مش عارفه ايه القصه بالظبط، هنحاول نتعرف عليها بعد الفاصل. صندوق الاجتماعي للتنميه اللي بيقبضوا 250 الف جنيه مرتب في الشهر، احنا واخدين قرض 150 الف جنيه ولينا 6000 اعفاء من ايام انفلونزا الخنازير، وطبقوا اعفاءات على الناس بملايين ما عملتش مشاريع، ورافضين يقابلونا ولا حد سامعنا وبيموتونا بالبطيء. انا جوزي متوفي وعايزه ابني الكبير يشتغل يساعدني، معايا بنت معاقه ومعايا واد في الجيش ومعايا واد في التعليم. احنا لما طلع القرار بتاع السيد الوزير بعد الثوره بتعيين العماله المؤقته في جميع شركات القطاع العام ما عملوش لنا اي حاجه، وجابوا ناس من بره على حسنا ودخلوها في الشركه اللي هم بتوع الوساطه وابناء العاملين والكلام ده.
ونحن كهيئة الدفاع كان لنا طلب جوهري وهو رد المحكمة، وهو ما أبديناه في محضر الجلسة اليوم على سند أن هذه الدائرة هي ذاتها الدائرة التي أصدرت حكما سابقا بحل وإبطال أعمال الجمعية التأسيسية الأولى وفقا للمادة 151 مرافعات. هم تقدموا بدفاع ودفوع قبل كده، وبالتالي بيسقط حقهم في طلب الرد. ده بالنسبة للتأسيسية. الشورى بالتأكيد المحكمة هتحيل النص الخاص بالتلت والتلتين للمحكمة الدستورية لينظر مع الطعن المحال من الإدارية العليا.